يقول سماحة الشيخ، ما قولكم في من يقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز سماع غناء النساء بالدف للرجال؟ هذا أجازه كثير من العلماء بمناسبة الزواج فقط، بمناسبة الزواج، أن تغني النساء فيما بينها، تغني النساء فيما بينها بالغناء المعروف الذي ليس فيه تطريب ولا وليس معه موسيقى ولا معازف، وأيضا يكون داخل محيط النساء لا يسمعه الرجال، لأن صوت المرأة عورة يفتن الناس، إنما هذا بين النساء خاصة.